كل مسؤول مو بكافو لا كافو كافو لا والخير اللي موجود في الدولة من الأجنبي والخير اللي موجود في الدولة من الأجنبي دول مجلس دول العالم كلها شهدت لكفاءة البحرين وعمرها ما كانت البحرين وكالة إن ممكن إن هي توظف الأجنبي أو إن هي خلاص مقر للأجانب الواسطة في التوظيف هذه مو بتميزة والله نبي موظفة حسنة المظهر حصر الوكالات حصر الامتيازات مو بتميز أم ثاني ليش أنا ميز ليش أنا ميز الله يسلمك الشخص ذي أو بعض الشركات أو بعض الأشخاص اللي يديرون هذه الشركات يدور على الرخص يدور على الرخص يبي موظف يشتغل له سايق يشتغل له دراول يشتغل له زراع يشتغل له طباخ يشتغل له حمال يشتغل له يدرس عياله اني شغله سوبر ما بتكلم عن مشكله بطاله ان هي مشكله بسيطه هذه ما بطلب انا مرتفع في شارع ما بقول حق وزاره الاشغال تعالي شفط الماي من تجمع مياه الامطار ما بتكلم عن علاج دواء مو متوفر يقول المسؤول مو بكفو لا كفو ونقطه على السطر البحريني لازم يحطون له اعتبار البحريني لازم يحطون له اعتبار